يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك مقولة يرددها بعض الدعاة، وهي: وحدة الصف لا وحدة الرأي. فهل هذا محال؟ مستحيل أنه يتحد الصف مع اختلاف الرأي. ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم. النزاع والاختلاف سبب للتفرق، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. هذا من المتناقضات، وحدة الصف لا وحدة الرأي، هذا تناقض. نعم.